صلى على النبي. للستات ما ايه كمل ما ايه ما يعرفوش يكذبوا ولا ايه؟ طب قول لي بس انا معاك. انا اقول انت حابب تسوي البرنامج ولا مسؤول ما بقاش فوقها فوله صح. الله ينور عليك. هو طبعهم كده طبعا. هي الحياه كده. الحاجه تعليكوا في كده يعني. احنا بيتبلغ بقنا فوله هم لا عشان فاضيين قاعدين فاضيين يعني. ما بيعملهمش ما بيعملوش حاجه مش دايما. مين قال لكم كده؟ ده اللي بقى فوله ولا على طول يعني. ده امي واختي وصاحبتي كلهم والله فاضحينك كله فضايع. لا على فكره مش كل الستات بيبقى في حاجات مستفزه كده فاحنا لازم نتكلم عليها لازم. بتنموا يعني في الاخر؟ اكيد طبعا. مونيكا عملت معاك قبل كده كنميمة؟ لا لسه والله يعني لسه لسه ما نمتش. لسه ما نمتش يعني. في فضيحة حصلت ولا انت عشان كده ممكن الخطوبة بتاعتي بوجه رسالة؟ لا هو ده عريس جديد ف لا مش عروستك مثلا بتبلل بقها فولة ولا حاجات وحاجات؟ الجماعة اللي ماشية معاك بتبلل بقها فولة ولا لا؟ طبعا مفيش واحدة بتبلل بقها فولة. تاني يوم هيتعدل فضحك عمال يفضحك فضحك عشان احنا ستات عادي يعني. هي فضحتك في قبل كده في حاجات كتير. اي حاجه بنعملها غلطه بنفضح بعض عليها. اي حاجه يعني انت احنا بنتخلط في الخلاط كل يوم بالزبط. انما دول قاعدين فاضيين الشعر مش عارف ايه الكلام الفاضي ده. الستات ما بتبلش في بقها فوله تمام والرجاله زي الفل زي الفل. الكذب اسلوب حياه وشباب سعيده جدا 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 جدا. لو مشيت حضرتك في الشارع بص في وش الشباب هتلاقيها سعيده وفرحانه جدا. وعملت حاجه دي قوي يعني ممكن الدنيا كلها تعرف بيها يعني حاجه على هواها ممكن تمسكها زي ايه زل عليا انا بس غلطت في السؤال فايه فضربت عليه فهي جت فضحتني بقى في الدرس هنا في البيت. لا والله قالت لي خش جوعنا بصاروخ. طب انت اخر قعده نميمه قعدت يا كانت النهارده من شويه ما صح؟ ايوه وقعت لك في الكلام. انا بقى كنت في الشغل. انت بقى لسه خلص شغل جاي مثلا من الشغل مصدع هموت وراكب اي مواصله الاقي اتنين قاعدين قدامي بمجرد ما طلعوا يا دوبك حتى ما بعتوش اجره وهاتك بقى عملت النهارده بسله التانيه ما اعرفش عملت ايه. انا جاي اتحاسب هنا ولا ايه؟ كنميمه؟ لا لسه والله يعني لسه النميمه لسه ما نمتش. لسه ما نمتش يعني. في فضيحه حصلت؟ لا لسه ما يعني اكيد لسه في فضيحه برضه طبعا. وي ام معلش وي ام لسه ام يعني معناها الحب والسلام تفاهم. الله وده من ايه لا مؤاخذه يعني ايه من ايه يعني حساسيه يعني ولا زعل؟ والله العظيم القهوه كلها عارفه احنا رايحين فين اصلا. رايحين فين؟ ما عدا مصر كلها عارفه احنا رايحين فين ما عدا خطيبتهم فاهم ان هو جت عليا انا رايحين فين؟ احنا قول له فين بقى الحلاوه؟ أني كباريه تعال. لا كده لا أني كباريه مش هينفع. لا ده صاحبي الصحوب يعني ده هو اللي خرجني يعني النهارده يعني هو أصلا خلاص الموضوع اتفشكل بعد التقرير ده. غيرنا هتعملوا إيه؟ يا ده احنا هنعملوا إيه؟ عيشة ملوكي هنروح في كل حتة ونعمل اللي احنا عايزينه من غير ما تقرفونا يعني أنت زميتك كده ينفع تعرف تمشي في الشارع مثلا مش فيش رجالة في الشارع؟ والله ده تبقى نعمة. تعالى وعايزينك تعالى تعالى صلى على النبي يا بكر. الرجاله دي نازله من الصبح من ساعه ما مسكت التقرير سف عليك ويعني بيقولوا كلام بصراحه يعني ما ينفعش حد بيقول لك انت متبلش في بقك فوله لكاك يعني على الطرق ابدا عندي كدابين يعني. انت يرضيك الكلام ده بقى؟ انا اول مره اشوفهم اصلا. وش خدها وش حاجه قول عايز تقول ايه؟ بحبك يا بلدي. شكرا شكرا شكرا.